تتواصل الضربات الأمنية الموجهة ضد جرائم الغش التجاري والسلع المجهولة المصدر وكل ما يضر بالبيئة والصحة العامة. من هذا المنطلق تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط 5 مصانع و5 مخازن ومتجر جميعها بدون ترخيص خلال حملة مكبرة بالقاهرة والإسماعيلية، وأسفرت عن ضبط 66.5 طن مواد خام ومنتج نهائي لأدوية بيطرية منتهية الصلاحية وغير مرخصة، و263 طن منتج نهائي لأعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر، و84 طن منتج نهائي لأسمدة ومبيدات زراعية مجهولة المصدر ومدعمة محظور تداولها، وأكثر من 10.5 أطنان مواد خام ومنتج نهائي لمواد غذائية مجهولة المصدر. وخلال حملة أمنية مكبرة بالإسماعيلية تمكنت الإدارة من ضبط مصنع و3 مخازن تابعة له غير مرخصة لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمبيدات ومستلزمات الإنتاج الزراعي بمضبوطات أكثر من 162 طن مواد خام ومنتج نهائي لمبيدات وأسمدة ومخصبات مغشوشة ومقلدة، وضبط 12 منشأة تجارية وصناعية غير مرخصة بمضبوطات بلغت أكثر من 1500 طن أمبول وأدوية بيطرية وأكثر من 45,000 طائر وأكثر من 136 طن أعلاف وأسمدة زراعية مجهولة المصدر وما يقارب 12 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وبنطاق محافظات القليوبية والمنوفية والشرقية أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 103 قضية متنوعة، منها ضبط 4 منشآت صناعية مخالفة للاشتراطات البيئية والصحية، وضبط 9 أطنان مواد خام ومنتج نهائي لمخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية بمصنع غير مرخص لتدوير المخلفات والمنتجات البلاستيكية، و4 مصانع غير مرخصة للمواد الغذائية بمضبوطات بلغت 145.5 طن مواد غذائية مجهولة المصدر ومقلدة، ومصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخصبات الزراعية بداخلها أكثر من 10 أطنان مواد خام ومنتج نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة. وبنطاق القاهرة والقليوبية أسفرت جهود الإدارة عن ضبط قرابة 2 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وقرابة 33 طن مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ب4 مصانع ومخزن مواد غذائية بدون ترخيص. وفي مجال الملاحة الداخلية تمكنت الإدارة من ضبط 35 وحدة مخالفة لقانون الملاحة الداخلية، كما نجحت في ضبط 13 مخالفة لاشتراطات قانون حماية البيئة من التلوث، و11 مخالفة لاشتراطات تراخيص الري، و10 مخالفات لاشتراطات الحماية المدنية.